مساء الخير جميعا واهلا بيكم في 90 دقيقه مع معتز الدمرداش. عندنا واقعه غريبه الحقيقه هعرضها بعد شويه. مصاب في حادث بيبحث عن مستشفى لاستقباله في شوارع سوهاج واهله بيحملوه على ترولي اسعاف. انتم متخيلين المشهد غريب جدا ويا ترى انتهى لايه؟ لانه كان مصاب ويحتاج الرعايه والعلاج، هنعرف بعد شويه. فينك يا وزارة الصحة؟ أكيد برضو جماعة بتوع الوزارة أكيد بيتابعونا وممكن لو يحبوا يردوا علينا. هنروح برضو الدقهلية لمدرسة اسمها زكي إسماعيل في مدينة أجا، مدرس بيضرب تلميذ بخرطوم بوتجاز. إيه اللي بيحصل؟ وإيه اللي دخل خرطوم بوتجاز للمدرسة؟ وإيه حكاية النزيف اللي في عين التلميذ أحمد؟ هنتعرف على هذا الموضوع بعد شوية وننتظر الرد من وزارة التعليم أو التربية والتعليم. من الدقهلية هنروح البحيرة، صدق أو لا تصدق، مدير مدرسة بيستخدم الطلاب في نقل حمولة سيراميك لمنزله. يا ترى ده تحت أي بند، تحت أي بند ده ممكن يحصل؟ هنتعرف برضو على الموضوع ده بعد شوية. هنتعرف على سوسن وهي سيدة فقدت الرحم نتيجة إهمال طبي أثناء عملية الولادة، مأساة يعني، بس هنتعرف عليها برضو بعد شوية. طيب في ملفات 90 دقيقة المتواصلة بنفتح النهاردة ملف الأسرة المصرية وبنطرح سؤال: من الأحق بحضانة الطفل، زوج الأم أم مرات الأب؟ النهاردة عندنا لقاء خاص ضمن حوارات برنامج 90 دقيقة مع الفنانة إلهام شاهين عن فيلمها الجديد يوم للستات. كل هذه الموضوعات وغيرها النهاردة بعد شوية، تابعونا، خليكم معانا، اوعوا تروحوا في اي حته.